يتواصل إذكاء اليوم العالمي للعمل الإنساني لوعي الجمهور بملايين المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة، فكثيرون في المدن والبلدات يعانون للعثور على الطعام والماء والمأوى، فيما يتسبب القتال في تهجير الملايين من منازلهم. يجند الأطفال أيضا ويستخدمون في القتال وتدمر مدارسهم. ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بهذه المناسبة مع هاشتاغ تحت عنوان اليوم العالمي للعمل الإنساني. نشوف هذا التفاعل.